يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من فيقضي عفيس غردونيث بشر في عذاب إقارد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخلقات سيد ربي بشر في عذاب باش أن يحوض قبرديس باش أذا ثنضوع أين دينا خذ مثل سيد الخذمة أين دينا وخار فسد السنوخار إنا دواجد حياي أثنى ثباعي من دواجد الحرام أذا السنوخار أنا حمد سيدي ربي أثن شكرا سنة دي أغدي سكنن أفريد إخلقا غيد ويرزقا غيد ويسكنا غد أفريد الغيوين غرار الرحمين وغي جلنا يحو أمين يحون دي الطيام. كما يتمثل الإنسان إخلقا في ربي ضعيف في قرد، وخلق الإنسان ضعيفا حشر بطري غلط أي نيفو يعيش دي دونيث العبد حشر بطري غلط. سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى خلق في ذكاء يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. آدم عليه السلام ذن سيد العالم أمزوال ذي الدنيا يوم رفيد باش ويستسال في التجرى يحرم السيد إن الشق ذي تسيب الثمار الجنة ثمار عن أكوى أثناء تضغر ورد إشريك سيد إن شوالك التجرينا وتقارب على الرؤوس وتستلم، ولكن يغوي الشيطان يتشاهد تجراني انتين يغلط ذا مزوره ولعب ذا ليلي ندون ذا نقالوا ذي دوني حجر بطريا كما يتمثل. ولكن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إشار عارض التوبة باش أنثوب غير ورس أنستغفر غصنا غلط هذا الاستغفار يوم يدي في كار بين الجنة يوم يتيدي خلق إخلق تيدي لعبة لسي مؤمنين إيقاد غص غلطا أنثوب غير ورس أنستغفر غير ورس. إذن إشار عارض سيد ربي سبحانه وتعالى التوبة إيه عبة ديس إزراء الغلطا إنيس ثوبث وتسويت مثلك استغفر هذا ونسمحه ميزة تيات مثلا يمكن ولاش التوبة وتستوبة للعبد يغلط كان فابيس يروح خلاص أم كان دالت فوق إنسان أسينيان أعفو يعفر سيد ربي ثغالين ونمكي دقل غير الوص أدي كمل ذي الطغيان أدي كمل الجلد أدي كمل الخسار اندال الثفاث مثل الدنيا في المذب. ولكن الصالح ما ينسى الواسعة إشار عرض التوبة ما دنو غير الوص أنتو غير الوص أنستغفر سيد ربي ماذا غير أخري كان يتمثل أيها المثل الرسول صلى الله عليه وسلم يخرب التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وين أليثوا فن غسل ربي الخالق سبحانه وتعالى ذكيون الذنب أما كنوث يخذي مال تقيد الرحمن من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى غفي عبدي نس ثبوث التوبي نس وثقف فيها حاش ماذا قلت الله ثبوث ضد الغرغرة حاش ماذا قلت الله ضد ملك الموت هذا يخفض الروح نس كما يتمثل. ولكن سين دا سوين باي يقارد قويس عزيزا إن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثوث مرة أكل مثل المؤمنين أكل سلوحا غص ذي المؤمنين غص ثبعان أبري دينس ولكن حشا أغرط على غلطان يتمرد بلي أذن ثوب غرص أي مثل جميعا بدون استثناء جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كما يتمثل يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. إند أي عباد ثوبث غسيد ربي إند الكنيان تستوب غسيد ربي ذو قسم يبادان ذنفين غير معصومي تستوب غسيد ربي يبادان كان يتمثل. وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقبل التوبة العبد مريثو غرورس يعبد اسم مريلين يغير غرورسا يفرح أثيد يستقبل أثيد يستقبل إنيس يونس إلى موسى عليه السلام إنيس يا نبي الله إنيس 10 بيئة قبرد سيد ربي 20 سنة إنيس وغير فرق وفريديس وعشر فرق وفريديس 20 سنة إنيس قال طار ما ذلك لقنية الغر وصد يقضي سيد ربي مجفي عزيزا إنيس إنيس في 20 سنة ابن نيد قبريديو حملك إنيس فوق
عشرين سنة أغريدي سعفك إن اسم الذي نثغيض غروان ما ذلك قليل. سبحان الله كما يتمثل يقال سيد ربي بويس عزيز وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى يمكن ألا فغوين كثوفن يغين غروان يغال يمن يغال يثفع أغريدي يغال يسق مما ليس غف أغريدي. سبحان الله يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. سيدي ربي اقبل التوبة العفيسة ما دام وثد قدر سكرات الموت قدر ملك الموت يقبض الروح النفس ما دام يتفاد النفس يكشم ما يثوب سيدي ربي إذا سيقبل التوبة النفس ثبوث التوبة دائما تفتح وثقفيانا ثبوثنا من التوبة غافل العبد حاشا ذلك الله فقد ملك المنتهى قفض الروح النينس كما يتمثل ان في مشيح صلى الله عليه وسلم ان الله افرح بتوبه عبده من الظن الواجد ومن الظمآن الوارد ومن العقيم الوارد ان سيدي ربي فرح مرج يغيع في صغورس ابيثوف ان اكثر وقلنا كنين يقلحوا لك نين يقول الغميش ديس حرام يدوش امان يدوش المكلان يدوش اي سري يدير مره ولكن يرولاش ديس حرام ذرمي اصغر ابري ديرون أدى ليال حشى الموت يزدي قنين يرولاش وثدى تفرع يند إساسا قرويس يطس إساسا إسراج وكان الموت من المال يمث أرميد اللي غابنش يفاد الغمني نصغر غرص ذك سيئي بلا المكلس ذك سيئي بلا ديسي أرتران أبي فرحنا غير أدي فرح سيد ربنا يفرح أفي عبديس بلد يغير غرور سبيتو أكثر باقين يفاد الرزق النينس المكلات سيسيد إساليين دي لكن كم يتمثل إنه يفرح سيد رب الخالق سبحانه وتعالى في نكنين أريثو بلد يغير غرورس أخطر بنكنين أريد تفع غش أدي النث حشا النفس نينس عند الوغة لتسلم الطار يمود فاد ولكن هكذا بغنتيد ومن اسمه يسوى من يغالي ثد الروح يفرح سيد ربنا يفرح أكثر لعبدالي ويفرح سيد ربنا أكثر يقول لك نغلق قبل شحال ذي العمر يشي سعال الدليان يقول سرس قديد سيد ربنا خزار دي يعني المدى غير يقود الفرح نس سيد ربنا يفرح أفي عبديس ما يقول غرورس أدي تور غرورس أكثر بقين كان يتمثل إذن ثقوية سيد العبد ذي توبة دي استغفرها سيد ربنا توبة تسعة شروط هي مثل تمزورا ما ليتوب العبد غسيل ربي الخالق سبحانه وتعالى خطر مشان أدين كان العبد استغفر الله بعد ذي يحبس استغفر الله استغفار حبيت سيد ربي استغفار ما دين العبد استغفر الله يفرح سيد ربي سبع سماوات الذبيس ولكن التوبة تبع الاستغفار خزر كلام كذي قال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا خزر ديننا واستغفره إنه كان غفارا ولكن يخرج واستغفره إنه كان توابا معناه استغفر ثوبا سيدر بن قبل التوبة سبحان الله خطر استغفار سواوي خزر ولكن التوبة شروط التوبة تبع للاستغفار التوبة أسق العظة في ذريبني قيث لذاكني يلقى سوء خرف الناس ذريبني ديريو يتبع ذاك اللي يلقى سوء خرف الناس ماشي أسق أستغفر على سيدة ربنا الثوبة بعد كشي تكمل دي في السيدة الخبر نيم أتكمل دائما بقدرية الجير ذريد نيم يتبع ذاك نيم أما ذي ثوق الله أما ذي الخيالات أما ذي الاختلاسات أما ذي في السيدة الخبر أما ذي الظلم جميع أنواع المخالفات كبرت كيف ولي فولي اللي ديس ما ادي كمل لي سي خاص استغفر للثبار سي ربي لا الشاطر زوري بقات تقلع اكو افضل من توخر في الناس في السنه اللي غاتش ندمر ما تعقيد افريد سي ربي تعقيد وين تشد تعقيد المصير لي تعقيد بلي سي ربي خلق كيد اما رجل تسكشمر واما غرف جهنم تسكشمر وتزري ما قال الثوب هذا فريد الجنتيل بوذ أحسن دمر وين يدخل مر خطر هناك يدخل مكان دبريد الجهنم وينه إذا أحسن دمر والرسول صلى الله عليه وسلم مفيد قال يندم الندم توبة مرين دميون مجرد يندمش بوليس يعتبر التوبة سبحان الله إذا أحسن دمر وفي استياء النظر أتعاهد السيد ربي ورفع هذا صغير ودريد نيم اتبع ذاك أتقلع عضغة في دريد نيم أتوخر في الناس وفي تسدى ذراكم
واسم دم السبول يسفانا خطا مسخرانا من دماغ معناه السفلة كان سيد ربي ويزرع رمودي ولا سيد ربي يزرع ويزرع ولون والله يعلم ما في قلوبكم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا حتى ثم الون سيد ربي يزرع شكلا نخيب ويولون إذن أسم دم دمني من الصحة فينك ندخل مكان إذا دو تعاهد من سيد ربي الخالق وستيرة تعاهد من سيد ربي وتعاهد من شغي مغارو بلدني وأكيد فريد انتبه وإيه مثل وجد شروط انتبه ولكن ثلاثة شروط أيام ذي يعني الحق إن اللي قالك السيد ربي إلا وين الشرط ويصرف عامة مثل يسعى مازال قرحة الشرط ويصرف عامة ذي دي إن فغانا دي نأكد داخل الدرس أجل أمشطوح المتواضع أن الشرط دي ويصرف عامة ذي إلا الحقوقي قالك ذي العبادة مكشينة أتصرف الحقوقي قالك ذي العبادة مكشينة ماشي نصرحة ذي ماذا أتصرف استعبدت في الناس جسديا أتضيمة أتوثق أتخشط أتجرحب من بعد قلت سخنا سيدة ربي استغفر الله استغفر لك لك سيدة ربي سيدة ربي يعني ماشي الحق لاني غاسي إيت إلا وين إلا ندي الحق لك لك يدس ولكن تمسد لك الحق لك ذي العفو دينا يلقى صحب صديق السمح يوين تقبل صديق حقيس يلقى صديق السمح سبحان الله التنيد مثلا الشرط السابع ذي الحق إلا ذلك ذي عباد تقول راس ذي المال يكرد بنادم يخبعيه ويفقر بابيس يقالت في قرصنا ذي الديد ذي حقيق إلا قاكتين الرب أتوحب هذا الصدر ذي حقيق غاس تسمو بزرارا ولكن سيد ربي يزرع سبحان الله الحاكم حاكم الحاكمين أحكم الحاكمين يعلم ذا شيء تخلط غش ويفقر وإنك نظيم ذاك وإنك نثقر ذاك وإنك نثخذ عض وإنك نثقر ذي المالينس وإنك نثقر ذاك نثقر ذاك نديثي ليستينس وكي ثقر ذاس ويسلو مالا ويقيني أحكم الحاكمين يزاركي بغس نسا ويعني مالا يقاس عقيد بنا يقاس كوين غير وصل الصالي حقيق الصالي ذي الحقوق يستويه سبحان الله يوجب الشرط وسرعان أي مثلا الخطر سيد ربنا كيني ماشي بين لاند الحق قالك يديهم وقيد الحق إلى الجارك ديا في من قصد هذا الصدر يحس إلى قصد ضيف الصديق السماح إلا واسم قرن رد المظالم يوم القيامة في قبرتنا وأسع بين هذه سيرة شنو حشمة دقنا الدنيا اليوم ذي في الزاد وانت ضيف هذا سير يحس أياك وإياك وإياك شجاع ابنه تضيمة تشد الحق الغير تخضع ديون تغرب تسكد الفلاس تخضعت تجرحت ناخذ نغيت نغي لكريس تخض البسط تمشي تحت الماء تنقرض اشجعت في التمثال ديال التسيم اي انا سعد وين راهي رنا المظلم يشد الدنيا تسير تسير ابي غير يسمح ماذا المال هذا فيا ماذا كان هذا فيا ماذا كان يتعدى في الشمس لي ابي غير يعفو ماذا كان كانوا يبغوني خمس أي قد يفروا يدشني دوني وقفر ديا وديا خاف خطر ماذا قد يقول ديا خاف أي مثلا ذي الحسنات ذيني من أثمن شيء ليكس في العبد الحسنة ولش يكس عن الزل أكثر وأكثر للحسنة من الحسنة أي مثلا ذينا ذي الحسنات يساري خمس يساري خمس بليس إذا قال أعطيه كما يتمثل سيد ربنا دي شوكين إذا قال يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم غروة سيدش من المال تقول قلون حشين إن توف كم ستوبة سوى الخطر عاستي من نوان غفية يقين سيد ربنا فغنا دي حدار في خافنا باش تسقل تزدقات غيوي غير الرحمين صغيوي غير جنتينس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل من مال امرئ إلا ما أعطى عن طيب نفس ويحل له المال نشيم أين يبغوني يريد المال دم دونيث ويحل له إلى عبد سيوي حاجة من قليف كي يستفاد يستطبع سوى الخطر تكشي من استفكار سبول يصفاد ودقوانا أبنى دم أسخد عديون ولو كان يدين ماشي دين سيم أما ذا يهوديا أما ذا نصراني ولكن جوزا لا شرع باش أذن تخضع باش تغضر باش تغضر باش تشد يحقيس الواجهة إذا الإسلام أي مثلا يروح المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه غير الرسول صلى الله عليه وسلم يشئ أسلم ويقويز بالمال نسمران ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس الإسلامي كيف قبيا إنيس ولكن المالين وثقبل غلا أشي نغاية مثل على خطر المالكة دي وكشع المغير من الشعب رضي الله عنه إنيس دي الجاهلية موقف الإسلامي قلان دي الجاهلية إنيس الزوال غزن
يخرج ورفع وينغاثن يكسسن الشمس مرة يغضرثن ويكسسن مرة يندوين أشتاقي يغيث الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس الملك يغض المال للغدار أثقب بغلا إنيس كشين مرحبا تكشم دار الإسلام يفرحيس ولكن المال نيو إنيس أثقب بغلا على خطر المال للغدار إذا الأغد قوارا أسخدار أغد قوارا أسخدار أغد قوارا أشتاق أين الغالي ولو كان ديني ماشي جنسيين يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم أم كان أغدس حذير إن من كانت له مظلمة عند أخي وإن أليس عمر المظلمة غير ماس إضيميه إخذعيه يكريه يقويس دي المانيس يوثث دي العيرينس يشتميه إكسفلس يقويس الوكال يخدم الصدر اللي مش تحت لما تنقرت إن إلى أبي يغيس يعفو أبي يغيس يعفو إلي الدوني أقفل ديوض أقفل ديوض يخاف أقفل دي مثل فيش أبي يغيس يعفو أما كان دلنا أما ذاك الذي ذي المال أما ذاك الذي العرض أما ذاك الذي وكاي أما ذاك أكل جميع المظالم مرة أكل أبي يغيس يعفو إلقى سيعفو إلي تصليم ما الدين عافية غاكس قولي إصفان أتحمل ربي ماذا تشكر أتحمل ربي قولي غاسي ربي الخالق سبحانه وتعالى إنه أدزد أيند أدي تحمل ذلك السجن أقفل ديوض الوقف ماشي الدينار نغض ديرهم ألي نحو دينا إنه ذي الحسنة أقفل ديوض يخف ما تقول دي يخف دينا ولاش دينار ولاش ولا ديرهم إنه ذي الحسنة أفي خلص الحسنة ماذا حاشا ماذا قلنا فوكتس الحسنات ما فوكتس الحسنات ولا سوى شو غير يخلص أزد كل دي السيئات نسل السيئات نسل من بعد أفضل حسين ربي لجهنمة ولا يقفين تمسلتين ستشفض أشفض غروية جهنم خزرتين مثل وش بيحنا نبين صلى الله عليه وسلم عن في ديقام إن لا تؤدن لا تؤدن لا تؤدن الحقوق إلا أهلها حتى يبخى من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها الله إن أذغن الحقوق قارمة ولا نسل مرة إن حاجة ما ذكر الله تخسيني سعر لك نشيون ثوث تخسيني ونسعى لك نشيون إن أذى السر تغري ثنيا إروح حتى الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أبو ذر الغفار رضي الله عنه وأرضاه يفد سنة أولي ما تسمع تلقوا برس إنس يا أبا ذر إنس ترى فاش في سنة إنس أبو ذر الغفار يا رسول الله الله ورسوله أعلم إنس نقصر إني السيد ربي زرانا فشهم في تسنغط وسيد ربي يحكم جلسة يوم القيامة إذن الإنسان أدي عسي مالي صغفية إيه مثلا وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصوم خزرتي مثلا ذي يتسرون ويلعب ما ليزو وش بيحنا النبي تخيل دكا وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم يفقد غير الصحابين الكرامة أما كان إدي يحكم وصحابي جليل أدي قال يريد يلغى في المنبر زاد الصحابة الكرام مرة أكو إلا نزادس إنيس إذا شو نسمينا إنيس أوين يضيما أوين مكنين إوثا أثوى عروني وذي يرثي غريف أوين نام إمي بغيغ ذي المالينس أثاه المالينو يوي حقيس أوين إيوثا ذي العرضينس شتمط ذي العرضينس إيند أثاه العرضيو أديار تاريس إن ودي قرر وجز بليه وجز الشحنة ذن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما ذكرنا إلى كرام يتيس وتسوى ذل الشحنة الشحنة وتذكر الغوري وتذكر ذي الطبيعين وتذكر من ذي الخلقين من سيف أديس أدي ويل حقيس ذيهم ما ذكرنا يقيس نا أدي أدي يسمح أكن أبقى في صدى ربي شو لزدي لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيد المعصوم ولي وثيون ولي اشتميون ولي قول مالقيون ولي خذين كرقيون كرقوين مديريون ذي المعصوم اللي في مجفع صلى الله عليه وسلم إذ الخيار ويدي خيق سيد ويدي خيق سيد ربي غير دوني ذن في محمد صلى الله عليه وسلم أليس نقال كان يغشي أي مثل يمدي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل الصحابة الكرام ونيتسلس الكرام هذيك يكاد يوم مغاردة شيلان قمس عكاشة بن محسن الأسدي يكاد يفضل دي تعدي غير الصفوف عن الصحابة الشعر يسمر إيشاد ذا شيلان يثدو إنيس يا رسول الله تسيس غاش ثو الطيام يوم بدر شعر كاس ثو الطيام غير عبوض ثور ذي يبغي غدر بطاري الصحابة الكرام
وهما خويا عندك في المركز كاين هذه كرام ديال تصاريس ديال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكل يقول غروس اني سيد فكرة عكوز خطر شعر عكوز يهي توفر اني صلى الله عليه وسلم اني سيد ممتاز دا عكوز يروح لي يقول دا عكوز يكد علي بن ابي طالب رضي الله عنه اني سيد رسول الله تخرى ديال تصاريس هي تخرى هي وفي الكبير انسان رسول صلى الله عليه وسلم دوستاني سيد قولة يهي كيمي دي امي دي امي دي امي دي دريم سليلة ديم يهي دوستاني سيد قولة يقول لهم باش اذي رحنا ذي مثل يروح هذا روح غرى الرحمن سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يغير وينك اغتدي شجعان كما يتمثل أولا حار مربي ذي المرافقة يمس ذي الأخر في يتمثل ذي الجنف كما يتمثل إنس علي بن أبي طالب فسد ديال تصاريس هي يا رسول الله إنس خطي ذن كيني غيتي وثن ذي نار ديال تصار إنس العباس بن عبد المطلب يا رسول الله تخرج ديال تصاريس هي أبكى حذر أنت السعفة السحابة الكلام تسرون مرة تفنق الرئيس عكاش بن محصر الأسدي إنس رسول صلى الله عليه وسلم في كيس دعا كوزي إنس ثانية عكاش في إني اسمع أنا صرف تقشي خطر في الطيب رعبه يرفي القشيس وش يعمل في صلى الله عليه وسلم أتسع قرم الساعة بركرة ولكن عكاش بن محصر الأسد إذا شو يدخل ميت مثلا ماشي شيء ثاني يقول تسع كويس كسوي ويقولوا لي مثلا إما أفع بوذس يونس أفشو مع بوذس يونس أفع بوذس يا أي مثلا ذا ما يحمل من بعد الصحابة كمل لي الطيب كمل لي الطيب من الصوت التنسلي في غضغر برا النبي المشبيح صلى الله عليه وسلم الشاهد يعني أي اللي تحبير ذي الصحابة الكرام يقول لك ايش دي سيار مرة كرب وني شيء تسير سنة روح دار وصل السيار السيار اينك نسي نسي يخدم اما تي انت اما يقويز دي المالي نس اما يوثي ذي العرض نس اما اينك نسي يخدم ينا مشبيح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعصوم والسعد الشيء يخدم بين الدين ولكن يبغى لنا ذا روح اليوم فاكم تي نسمى لي وغير وانت دقيقا خطرا الاخر ثعر لقد ناقي الحشوم قال الاخر تغيب غيبت الحشوم قال الدنيا الفضائح الاخر غيبت الفضائح للدنيا اذا ثقوياد ثقوياد ان ارويدك النظيم اصل النظيم السماح اصلنا للحقوق يسلوي وقف لذا نغير غير سيدنا المنظر على مسانا غير سكانا نغير غير سيدنا رب الخالق سبحانه وتعالى ولكن ثقوياد تحشيني تعقيد او انك نين يتعصب الغفر ريس يتعصب غف أغف فردني غدي وكان فجعلت بليم ولاش ولا كحسب عاقب بليم الدنيا أتفك في الله ويقرأ السنة غزكا خزر كان ما فطوم يتسعيد 20 سنة يجين الوساقين دمد فين 20 سنة مقدرة فطوم وساقين نخزر ما نيك دير مريم أتصادي ما نيك ما دقنا غير الدنيا ثم أتصدور نغير لخا ثم أتصدور ولا قرأ لا تشفك في الله يبوس يتراجو كما يتمثل إذن أما كذلك قالوا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون من كل يوم أثدي يشوسيش ورشي ربي له كما يتمثل السنين ورشت الويزة ربي يل الحق أذ يغيب فيس الضعيف أذ يغيب فيس المظلوم أذ يغال الضعيف أثيوغال الحقيس المظلوم أثيوغال الحقيس لأن ما نديش والسنين نرد المظالم السنين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ثورة السجنين المظالم الحقوق مرنا دوغالت غالي موجان خرب وين يتسلس الإوائد مرنا أكوى السنين أصدي بد وين يصدي ولكن يقضي ما تنصدي بد دقيق جوفاريس أنا أصيد ربينا ضيبية ما يدير يحقيق يخدمية كخدمية كخدمية كام السنين أرفض يحقيق ذي ستورة السجن هذا ويناك الظالم الظالم نيم ولكن ما يتعصب لي دونيث ويستغفر لهم ويتسوب لهم ويتسلل الحق الحق يقول إذا بس هذه فكرة الظالي بس ما يتظلم هذه فكرة الزكاة بس ما تقدر يتزكي هذه فكرة ذا السياق بس ما يتصوزون هذه فكرة الحجي بس ما تقدر نحوجة خير هذه فكرة الصدقة بس هذه فكرة الفعال الخير مرة أين يخدم كامل أكل خير دي دونيث مرة أكو بي فلد الجواب يعاون ذي الضعفة المساكين يخدمه أكل فعيل الخير كامل يسني سالي تخلص أزكا سياع ثافيس أسرح تظالي ثيس أم بعد الزكاة ثيس أم بعد الصومينس أم بعد الحجينس أم بعد الصدقة ثيس أم بعد الفعيل الخير ثيس مرة أسمى لفك المرة الوديان مازال نطول فان وإذا إسي تيسن أزدف كند السياة ثيس كلاوني خدم السياة ماذا استيدي فيك عند الفرق مسافة أم بعد سيد ربي سبحانه وتعالى مازد في المرة دي السياح نسوي ذلك نغيق ضيما كنين ذين خلاص أم بعد أثير روح سيد ربي ذي جهنما أي كان أيات مثل وذوقين مقارن أيات مثل المفلس على خطر إفلس
لخف ثيدي كان أري سعو العبد ذزاي أري يقيم إيمانيش ولكن خطر الدنيا أتخصر المرأة العباد وثفلس المرأة العباد ولكن والمث روح الأخر ذو النايد المفلس كم يتمثل؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن أعقل إيمانيش أبناء الدنيا أثني ذرا حر ذي الدنيا كنس أنثيني ستيك تحصل أن تدفق الحرية ذات حرية الآخرين كما يتمثل يوجد الحق السدر بالخالق سبحانه وتعالى خميث غير العباد ينس من كل يوم أذي قدر إهماس إما ينسيم وإما ماشي ينسيم ويجوز على صليم أنصراني ويجوز على صليم أيهودي ويجوز على صليم أمجوسي أين الذي يحقيك الغيريك إذا المثل ويضاس حشا الخلصات خلصة كما يتمثل وإياك وإياك تجعل بلي أتخدم أي يهيسي دربين وتضيم وتحسب غرف الناس إلا وين إغدخيق سبحانه وتعالى إذا انتساق يغدي عسل ونشوي دي كلمة القاعة وذي القاعة ينس العباد العباد ينس يولد دي كلمة إذا انتساق يبتري ينس وليك خل من أين ينهان أذى ثيوغال وليك خل من أين ندير أذى ثيوغال من عميل صالحا فلنسيه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.